لنا أكثر من سنة ونص ما جتناش البنزين، وأسعار في ارتفاع رهيب جدا. النعم تحمل في طيتها النقم، هو ذهب ليبيا الأسود الذي تحول في ظل التناحر على السلطة والنفوذ إلى وقود للأزمات وهدف للمتحاربين. داعش كانت بتخش لعدة ساعات تسيطر وتعلن إن هي سيطرت على المكان وبتمشي. أنت داعش وبتسيطر على 100 كيلو التانية، خد فلوس وخد مكافآت وسيطر لي على 100 كيلو التانية.